أعلنت جبهة النصرة عن وقفها القتال ضد جبهة ثوار سوريا مطالبة بمحاكمة قائدها جمال معروف بعدما سيطرت على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب. فمن هي جبهة ثوار سوريا ومن هو قائدها جمال معروف الذي وجه انتقادات حادة إلى جبهة النصرة وقائدها أبو محمد الجولاني وقال أنها توالي تنظيم داعش وأعمالها تخدم النظام السوري؟ فصيلك يا جولاني من جبهة النصرة كانوا الجميع في 2011 شبيحة وقمنا نحن باعتقالهم وقمنا بتأديبهم، ولكن الآن انضموا معك فأتوا معك إلى جبل الزاوي ليعيدوا ثوراتهم القديمة وليأخذوا بالسأر من المقاتلين الشرفاء. ظهرت جبهة ثوار سوريا إلى العلن في 9 من كانون الأول عام 2013 بعد أن توحد 14 فصيلا من الجيش السوري الحر في بوتقتها، فكان الغرب لا سيما أمريكا يعول عليها لتأمين قوة مساندة على الأرض في وجه تنظيم داعش. وجبهة ثوار سوريا هي من أوائل الكتائب التي تسلمت أسلحة من الولايات المتحدة، وهي الوحيدة التي حصلت على صواريخ من نوع التاو، وتعد هذه الصواريخ من الأسلحة النوعية الخارقة للدروع. وعلى ما يبدو فإن الجبهة وقائدها جمال معروف تلقيا ضربة موجعة تحولت إلى نكسة للخطة الأمريكية بتأمين دعم لها على الأرض ضد تنظيم داعش، وهو ما قالته صحيفة الجارديان البريطانية. وأشارت إلى أن هزيمة معروف تعد ضربة لاستراتيجية الولايات المتحدة في محاربة التنظيم، لافتة إلى أن هذه الضربة تأتي في وقت يتصاعد فيه الغضب من جراء ضربات التحالف التي لم تحد من كثافة هجمات سلاح جو النظام السوري لا سيما في مدينة حلب. أما جمال معروف فهو من محافظة إدلب ريف المعرة الغربي قرية دير سنبل التي سيطرت عليها جبهة النصرة في جبل الزاوية. وكان معروف يعمل كعامل بناء في جنوب لبنان، ودخل على الخط العسكري للأزمة السورية مع مجموعة مقاتلين، وما لبث أن طور قدراته ليصل إلى قيادة فصائل جبهة ثوار سوريا.